كل شي صار مع أم جوزيف شيخنا. أخبار منيحة كتير، بس بدكم تدرسوها منيح قبل ما تخطوا أي خطوة، لأن مو بعيدة يكون في من وراها مصيد يا جماعة. لا اطمن شيخي، أنا هالمرة مطمن من ناحية أبو الطيب، والأخبار اللي جايبها كلياتها مزبوطة. حلو، وشلون كنت تصلوا لأم جوزيف بالمستشفى وعليها حراس مشددة؟ أي هويني عمي أبو بشير، أبو حسن ورجاله رح يأمنوننا التغطية ونحن منفوت على المستشفى، منخردق الدرك ومناخد أم جوزيف ومنقصع. شو هالحكي هاد؟ هذا الكلام لا بينزل لا بميزان ولا بقبان لك أخي. ليش لك أخي ليش؟ أخي شو بكن تفتحوا جبهة؟ هاي مستشفى إلى حرمي، يعني دايم الدوم في دوريات عم تحوم حواليها، أي دورية قريبة حست بالشي اللي عم بيصير بتروحوا فيها. هذا الكلام صحيح، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وبدكم تحسبوها منيح، نحن ما بدنا حدا منكم يتضرر. مظبوط، هذا الكلام عين العقل. إذا بدكم تهربوا أم جوزيف، لازم ما حدا من المستشفى ولا العناصر يحسوا على الشي اللي عم بيصير. أوف، وشلون هي بالك أخي؟ بدك إيانا نسممه؟ وأنت قلت أخي. استغفر الله العظيم، يعني بدكم تسمموا الناس؟ هذا الشي مو من أخلاقنا يا جماعة. لا يا شيخي، أنت فهمتني غلط، يعني نحن ما بدنا نسممهم. لكن شلون هي بشوكات؟ هات لشوف، ترجم لنا إياها. آها. عندي خلطة أعشاب عاملها المرحوم أبي، كان يغليها ويعطيها للي بده يأمله دمبلة من تحت باطه أو شي تالولة كبيرة، واللي كان ياخد هذا الدواء كان ينمله شي نص ساعة أو أكتر، ما كان يحس على شي بنوب، كأنه ميت. شو هالحكي؟ مثل ما عملك خالي أبو قاسي. مري عليك عصام، فكرة حلوة كتير، ولك الله محيي البطل اللي حملك. أمي أبو شوكات، يعني هي شلون تتاخد؟ قصدي شلون بدنا نوصلها للعناصير؟ بالأكل عمي أبو حاتم، منحط لهم هاي الخلطة بأكل عناصر الدرك، وبس يغفلوا بتطلع أم جوزيف من المستشفى وعلى عينك يا تاجر. بس معناته مالنا غير قرايبه لأبو الطيب، هذا اللي بيشتغل عشي بالمستشفى. ايه وشلون بدنا نصلوا هاد؟ بسيطة أبو العز، شيت إنه نصلوا هاي تركوها علي أنا. أنا بشوف أبو الطيب طمعه بكم ليرة، إله ولا قرايبه. قول الله أبو حاتم، دق الحديد هو حامي، روح شوف الزلمة واتفق معه على كل شيء، وأنا رح أخذ الشباب وفهمهم على كل شيء، وبعد منا بروح لعند أبو حسن وبقول له يجهز حاله هو والشباب. عال، وأنا رايح جهز لكم الخلطة، شنو هي بدها تحضير على النار شي 4-5 ساعات. وفكرتوا وين بدنا نخبيها؟ أم جوزيف تنزل عندي يا شباب. لا عمي أبو شير لا، خالتي أم جوزيف تنزل عند مني معززة مكرمة لتتعافى. قسما بالله أم جوزيف ما بتنزل لعندي. الله يبارك فيكم يا رجال حارة الضبع، الله يقويكم ينصركم على من يعاديكم جاه الحبيب المصطفى. أخي أبو حاتم، عيوني أنت عم تحط مصاريف والحمل على الجماعة سهل، ورجال حاضرين شو بدها بيدفعوا. كفو عمي. خالية؟ شو صار معك خالي؟ طمن خالي طمن، كله تمام. يعني هالخلطة رح تجيب نتيجة؟ لك والله كاني شايفه الإعلان. لك شلون إعلان خالي؟ لك هي الكمية بتصلح تور. لك ونحن عنا كذا تور، بقى زيدهم خالي زيدوا الله يرضى عليك. خالي منير مشان الله خليني عم بعرف اشتغل ها، روح وقفوني. شو هاي منير شايفك رفعت التكليف؟ أمرك خالي أبو قاسم أمرك، بس روح وقفوني خليني عم بعرف اطبخ. الله يمرق هالليلة على خير. زيدهم شوي؟ زيدهم شوي ليش لا؟ Thank you.
سين جوزيف، نحن اجينا مشان نطالع من هون. خاطر لبس الملايير وعمل الحار استنى برا. ايه يلا يلا خاتم جوزيف، خاتم جوزيف انا خاطر. بسم الله عليك يا خالتي، خالتي بسرعة بسرعة بسم الله، وانا رح دير وشي ما معنا وقت، بسرعة خالتي. بسرعة خالتي ام جوزيف الله يوفقك بسرعة. فارس لا يا ابو شوكت ولا يهمك وحياه عينك، انا ما شفت ولا سمعت ولا بنفتح تمي بكلمه. بري عليك طمني هلا. ايه شلون لقيت لي الخلطه؟ والله بدك الصراحه يا ابو شوكت السلاله ما ما ايه والله لا ما شو هالقصه. ايه ما تركت لك شيء ما حطيت لك فيها اخي. انا رح اعمل لك خلطه سريه على كيف كيفك. ومجربة؟ لك مجربة ومفعولة على الأكيد. لك عراسي إنتي يا أبو شوكات، لك عراسي إنتي. بس الله يرضى عليك لا تحكي قدام أهل الحارة وتعمل لنا شغيصة. أعوذ بالله سرك بيبي. شو اتفقنا؟ تأخروا الشباب ما تأخروا. شو القصة يا جماعة لهلا ما بين حدا؟ بسيطة بسيطة بيصلوا. الله يرجعهم بالسلامة، قلبي قلقان عليهم كثير. الغايب عذره معه يا أبو بشير، طول بالك وصلي على النبي. اللهم صلي على سيدنا محمد. الله يجزيهم ويسلمهم يا رب. ها وصل الشباب. الله الله حي الرجال. الأمانة وصلت. تفضلوا يا ابو ضياد تفضلوا. لا معلش يا عمي، الرجال لازم ترجع على الغوطه. مكتورين الخير يا رجال، انتوا كسروا. يلا يا رجال الحقوني نوصل على البيت. شرفوا يا رجال. الله يقويكم يا رجال. رجال العقادي طلبت أهله. وما اعتز أهله. عقادة حارة الضبع وانت هلا صرت عقيدة. حيو من قال حيينا، حيو من قال حيينا. حارة الضبع هي اللي بتختار عقاداتها وانت عقيدة. هاي الحارة أماني برأتك ليوم الدين.